وأوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن جولة صحفية عبر أهم المقالات الصادرة ضمن اليومية الوطنية. ونستهل جولتنا الصحفية من يومية أخبار اليوم المغربية التي تكتب تحت عنوان بن كيران وحزبه يهددان بالخروج من الحكومة والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها. بدأت تخرج إلى العلن معطيات مثيرة عن اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة عبد الله بن كيران مع الأمانة العامة للحزب السبت الماضي، الذي بسط فيه في كلمة افتتاحية الأجواء التي تشتغل فيها حكومته والعراقيل التي تواجه. مصادر أخبار اليوم قالت إن رئيس الحكومة اشتكى على الخصوص مواقف حميد شباط، الذي قال إنه يقول كلاما في اجتماع الأغلبية ويخرج ليقول نقيده للصحافة. كما اشتكى عرقلة الإصلاحات التي تنوي حكومته القيام بها، تكتب أخبار اليوم. 45 ألف مغربي مهددون بالترحيل من السعودية، عنوان تطالعونه ضمن يومية الأحداث المغربية التي تكتب على صدر صفحتها الأولى حوالي 45 ألف عامل مغربي مهددون بفقدان مورد رزقهم في العربية السعودية. فمن مجموع حوالي نصف مليون عامل أجنبي غير قانوني سيشملهم قرار الترحيل في المرحلة الأولى. مصدر من السفارة قال للأحداث المغربية إن القرار السعودي بضبط العمالة الأجنبية وخاصة غير القانونية في السعودية هو صحيح وجاء لحل مشكلة عانت منها المملكة لسنوات. نتحول ضمن هذه الجولة إلى صحيفة المساء وتعنون احتجاج موظفون يدعون إلى سحب أرصدتهم من الأبناك دفعة واحدة. وتضيف في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة المتصرفات والمتصرفين إلى سحب أجرهم وأرصدتهم من مختلف الأبناك دفعة واحدة يوم 30 أبريل وماي 2013، ودعا الأسر إلى القيام بالخطوة ذاتها تعبيرا عن الغضب وردا على سياسة التجاهل والاستصغار الحكومية. تفاصيل هذا الخبر ومواضيع أخرى تقرؤونها ضمن يومية المساء. ونختم مشاهدين هذه الجولة من يومية الأخبار والتي خصصت صدر صفحتها الأولى إلى قضية لمياء الفاسي، معنونة قضي تحقيق يأمر بإحضار مطلوبين في الهجوم على إقامة لمياء الفاسي. وتكتب الأخبار استنادا لمصادر قضائية أن أمرا صدر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلف بالبحث في ملف الهجوم الذي تعرضت له إقامة السيدة لمياء الفاسي الفهري، يفيد بإحضار مطلوبين في الملف وفي مقدمتهما المستشار السابق يوسف التازي نجل كاتب الدولة في الخارجية الأسبق عبد الحق التازي، إضافة إلى شركاء محتملين. تفاصيل هذا الخبر ومواضيع أخرى تقرؤونها ضمن يومية الأخبار. وبهذا نكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية موعدنا الصحفي. نشكر لكم طيب